السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديكور والتدبير المنزلي مع أمال. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة خبز صحية اللي هي الخبز بالبلوط. كنا كنعرفوا البلوط هذا هو الموسم ديالو، كيتواجد بكثرة وبثمن رخيص وله عدة فوائد، فهو غني بالأملاح المعدنية، غني بالفيتامين بي من B1 حتى B6، أيضا بحمض الفوليك، يساعد مرضى السكري، وبما أنه لا يحتوي على صوديوم فهو جيد أيضا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم. لذلك قررت باش نديرو هذا الخبز الصحي اللي فيه دقيق البلوط. كنتمنى الوصفة تعجبكم، في حالة إعجاب ضغطوا على لايك وتشاركوا في القناة. غيخصنا في هذه الوصفة دقيق البلوط. كيفية الحصول على هذا الدقيق اللي عندي الآن هو أنني خديت البلوط، سلقته وقشرته وطحنته، إذا فبالتالي هذا غادي نستعمله يعني دابا فوريا غنستعمل هذا الدقيق. إلا بغينا نحتفظه به فخاصنا نسلق البلوط ونهرسه شوية ويخليه ينشف مزيان، عاد يمكن طحنه وتحصلوا على دقيق اللي يمكن نحتفظه به مدة طويلة. أما إلا بغينا نستعمله مباشرة فيكفي أننا نسلقوه نطحنوه بما أن فيه نشويات، فبالتالي كيكون على شكل دقيق. اذا هنا غنعطب المكيال، مثلا انا خديت زلافه ديال دقيق البلوط، نشوف واش غيخصني معاه. الا خديت قلنا مكيال او ديال دقيق البلوط، خصني مكيال ديال الدقيق الابيض ومكيالين ديال دقيق القمح الكامل. اللي ما كيبغيش الدقيق الابيض يدير 3 مكاييل من دقيق القمح الكامل. هذا خديت انا القمح اللي مطحون في الطاحونه بنخالته. وبالطبع غيخصنا الملح على حسب الذوق كل شخص، وغتخصنا اما خميره فوريه يعني خميره الخبز ملعقه، او على حسب درجه الحراره واش كاين يعني الجو واش بارد او لا سخون. اذا هنا غناخذ ملعقه ديال خميره الحلوى، عفوا خميره الخبز، او اللي كيستعمل الخميره البلديه يستعملها يكون افضل. غناخذ ملعقه من زيت الزيتون او زيت نباتيه عاديه، وغناخذ ماء للعجن وقليل من السكر، يعني نصف ملعقة من السكر، أنا ما وضعتوش هنا نصف ملعقة من السكر فقط باش يكون كمحسن للخبز باش يخمر مزيان. أول شيء غنقوم به هي أننا غادي نمزجو هذا الخليط، يعني نخلطو كامل الطحين مع بعضياته، ومن بعد نضيف الإضافات الأخرى. عندنا الملح، خميرة، قليل جدا من السكر اللي ما بغاش ما يديروش، قلنا فقط هو كمحسن، ملعقة صغيرة من الزيت، والماء الكافي للعجن. اذا الان غادي نبدا نعجن العجينه ديالي، ندير حفره ونخلط. وغنجمع هاد العجينه، خاصها ما تكونش قاصحه بزاف، كتلاحظوا العجينه راها رخوه، بعد ما دلكتها غنخليها تخمر. دائما عجينه القمح الصلب خاصها تكون هكا، العجينه باش تجيكم مزيانه خاصها تكون ما تكونش قاصحة، تكون مرخوفة مزيان. دابا غنخليها تخمر الخمرة الأولى ومن بعد نرجع نشوف معكم. بعد ما خمرت العجينة غنعاودو نجمعوها هكا وغنلولبوها، ديرو خبيزات ولا ديرو على شكل باغيت، نتوما واش بغيتو. غنفرقها خبيزة الصغار، عندي هنا دقيق القمح كامل وباش غنقرص.
بهالطريقة، ونحطهم في الطاوله. بعد ما لولبت هاد الخبيزات غادي نغطيهم، نخليهم شويه يتلقوا عاد نرجع ليهم. من بعد ما ارتاح الخبز غادي نقرصو، ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش غليظ، يعني كما كنقرصو الخبز العادي ديالنا ديال القمح. غنديرو في الطاوة، وانا كنفضل انني نصيفطو الفران ديال الحومة اللي عنده فرن في الدار كيستعملو يستعملو. انا كيعجبني طياب العود كنحبدو، فبالتالي غنصيفطو الفران الحومة. نتلاقاو منين نجيبوه من الفران، بالطبع خصو يخمر هو الاول. خبز البلوط بعد ما وجد ها هو، شوفوا اللون ديالو كيجي اسمر لذيذ في المذاق ديالو، يعني ما فيه لا مروره لا والو. اذا كنطلب منكم تجربوه، فهو صحي وعنده منافع كما سبق وقلت لكم. والى فيديو اخر باذن الله.